وسهلا بكم أعزائي المشاهدين الكرام في هذا اللقاء الجديد والمميز من لقاءات برنامجنا الوطني كفاءات أردنية والذي يبث على الفضائية الأردنية. ونحن الآن بضيافة كفاءة جديدة وهو السيد عصام عليان صاحب مركز عصام سلوان لتجليس ودهان السيارات. في البداية سيد عصام نحكي لك مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا. طبعا سيد عصام نورنا عبر شاشتنا. أهلا بك. خلينا في البداية نتحدث عن حياتك العلمية والمهنية كقصة نجاحك لحد ما وصلت لهذا المركز. بعد دراستي الثانوية اتجهت للتدريب المهني ودرست 3 سنين في التدريب المهني مع مركز تدريب مهني وبلشت طريقي إلى العمل عن طريق المركز وأحد الشركات الكبيرة في الأردن وقعدت فترة طويلة وأنا معهم وأنا بشتغل معهم. أيضا خلينا نتحدث متى تأسس هذا المركز؟ التدريب مهني من تقريبا من مركز عصام سلوان متى تأسس؟ مركزنا السنة هاي ب 6/9/2017. ما شاء الله. أيضا خلينا نحدد يعني نشرح للسادة المشاهدين عن آلية عملكم طبيعة عملكم كيف؟ احنا طريقة عملنا في السيارات طبعا تجليس سيارة مهما تكون ضربتها أو طريقة الشغل تاعتها وأسلوب الشغل يعني تدريجيا بتوصل لمرحلة إنه السيارة اللهم صل إنه وضعها بيكون سيء احنا بنحاول نحسن أفضل صورة إلها. يعني زي ما حكيت لنا قبل شوي انه السياره ممكن تكون كثير معجنه وانتم بترجعوها زي كانها جديده. ايوه طبعا هذا يعني هذا اسلوب الشغل يعني عندنا شو ما تكون ضربتها بنحاول نوصلها لدرجه انه تتميز يعني حتى النظر ما تبين معهم. طب خلينا نحكي يعني بماذا يمتاز هذا المركز عن باقي المراكز الاخرى طبعا مع احترامي للجميع. اول شيء بالصدقيه مع الزبون والخبرة في العمل. ما شاء الله. ايضا بتحب تضيف شيء؟ الخبرة الموجودة عندنا تقريبا احد الشركات الاردنية تقريبا 22 سنة وانا بشتغل في المجال هذا. سيد عصام خلينا نحكي انه كل شخص في بداية حياته المهنية بيواجه بعض المشكلات والمعوقات. ما هي المشكلات والمعوقات التي واجهتها؟ هي اولها كانت الامور تدريجيا تتصعب شوي شوي لانه بقى مرحلة الدراسة لمرحلة العمل. أكيد. طبعا البني آدم بيكون طبعا تدريجيا بتطور شوي شوي يعني عندك مراحل الواحد بيكون المعيشة الأهل باختلاف الوضع من سيء لأحسن يعني. أكيد. والحمد لله تدريجيا واحد بيطلع مرة تدريجيا شوي شوي بيكون عنده صار خبرة وطريقة العمل يكون أفضل من أول. ما شاء الله. أيضا إنه خلينا نحكي كل شخص بيطمح للأفضلية. ما هي الطموحات والرؤية المستقبلية لإلك؟ والله الطموحات الأفضل إن شاء الله إن تطوير المركز. إن شاء الله. لأني حابب إني أوسع المركز لأكبر من هيك. وتفتح عدة فرق. طبعا حابين نتوسع على مرحلة يعني على شغل أوسع من هيك وأسلوب شغل أفضل وجودة أعلى من هيك يعني هذا نتطلب إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أيضا خلينا نوجه رسالة لفرسان وفارسات التغيير الخريجين تنصحهم إنهم يتجهوا لهذا القطاع. بالنسبة للأيدي العامل إحنا بنوجه إنه يعني وبننصح إنه أي حدا بحب إنه يمارس الصنعة أو يعني عن طريق التدريب المهني إحنا مستعدين نستقبل أيدي عاملة بنحب إن ندعم أي حدا بحب إنه يشد على الأيدي العاملة الأردنية يعني بنحب إنه نساعد في نموه ونساعده كأنه ينجح في مسيرته الصناعية. أيضا سيد عصام خلينا نوجه رسالة للسادة المشاهدين ككلمة نصح وإرشاد إيش بتحب تحكي لهم؟ احنا بنحب ننصح اخواننا اللي بيحب انه يشتري سيارة او يفحص سيارة يتجه لاخصائيين متخصصين في السيارات وعندهم النصح والرشاد يعني انه طريقة السيارات يعني فحصها
يركزوا عليها بالنسبة للهيكل، بالنسبة للمطور، بالنسبة للكهرباء، صحيح بالنسبة لدهان السيارة من صحيح برا. صحيح. أيضا خلينا سيد عصام نتجه لمحور آخر، لو صادف يوم من الأيام والتقيت مع جلالة الملك عبد الله الثاني، ماذا ستقول له؟ احنا بنناشد سيدنا ابو حسين انه يدعم القطاع الشبابي ويركز على القطاع الحكومي، يعني انه بدنا دعم خاص للقطاع هذا وللمجال هذا في الدوائر الحكومية. إن شاء الله. أيضا خلينا نوجه رسالة شكر لحماة الوطن العين الساهرة على الحدود، وزي ما بيحكوا دايما إنه الأردن حديقة داخل حريقة، إيش بتحب توجه لهم رسالة؟ احنا بندعمهم عند حماة الوطن العين الساهرة ولهم دعم خاص عندنا هون في المركز، يعني احنا مستعدين نقدم خدمتهم لخدمة لهم ولأي عين ساهرة في الأردن يعني. أكيد أكيد، الله يديم نعمة الأمن والأمان علينا وعلى جميع البلاد العربية. وفي نهاية لقائنا أعزائنا المشاهدين الكرام، نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للسيد عصام عليان صاحب مركز عصام سلوان لتجليس ودهان السيارات. سيد عصام، خلينا نحدد للسادة المشاهدين موقع هذا المركز، وإذا بتحب تذكر الأرقام للتواصل. موقعنا على اوتوستراد عمان ماركة، اوتوستراد مقابل مخابز جواد خلف كزيت المناصير مجمع سعيد النجار. للتواصل 078-7216-282، الرقم الثاني 078-798-7546. شكرا لك سيد عصام، أهلا وسهلا فيك ونورت شاشتنا أهلا طبعا. وسهلا.